النشبة ذا يبيك دربد، النشبة ذا يبيك دربد، النشبة ذا يبيك دربد، النشبة. على يا قلق تجي الاستراحة يا ابوي، خش في الموضوع قول له على الكبسة. اقول لك انت جاي يا عامر، جيب حبة مندي مع الرز. ابشر بي يا كفتة، يجيك احلى كبسة انت والقعطية اللي معك. مع السلامة. ابوك يا الزحمة. تفضل تفضل، افتح طريق يا اخوان. تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطه مطحون، ملاعق زياده، صفر، اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو الأخ عامر، معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر، الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي، دخلني أنا. الرجال يتهمك أنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. فورك قلبت. نعم طال عمرك، تسمح لي بس خمس دقائق؟ خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع، تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. للحين صامل ما تتنازل؟ متنازل متنازل، ما في منك شيء مرة. لا 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 لا، حقك، أنا صدمتك واستاهل السجن. لازم لا، بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام، تكفى. بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، إذا جاء الضابط تكتب تنازل إنك ما تبي مني شيء، أوكي؟ إيه أبشر، من عيني دي قبل دي. بس تكفى، عندي طلب، أبيك ترشني رشتين بس عشان أروح البيت والحرمة تحبني. قلب علي ما أدريش فيها. قلب عليك؟ إيه والله. لا 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 حرام، ما تستاهل صراحة. خلاص وقع التنازل وأعطيك الرشتين. أبشر يا روحي. طال عمرك خلصنا.